بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في آياته: والفجر وليال عشر. هنحن اليوم في الليلة العاشرة من ذي الحجة، وبالضبط في أولى أيام عيد عرفة المبارك. هنحن اليوم من أمام مصلى العيد نبتدئ هذه الحلقة، كونوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير. بخير؟ ايوه. طيب من اسمك؟ آية فضل حبلي. من وين يا آية؟ من الشحر. من وين؟ من الشحر. يا مكبر الشحر. من حافل؟ من الجول. حافة الجول. طيب يا آية، كيف العيد معك؟ زين. زينة. طيب بابا أقول لك، يات العيد الأفضل، العيد عرفة ولا عيد فطر؟ العيد الحين دي سمونه عيد عرفة، واللي عبرت عيد فطر. يات من هن زين؟ عرفة. عيد عرفة. عيد عرفة أحسن من عيد فطر. وفيها زين. طيب يلا راح، يلا راح زلول، يلا راح. وفيها زين؟ عيد فطر. طيب وزين في عيد فطر؟ يلا بغيت بعرف حاجة زينة في عيد عرفة أو في عيد فطر، يعني حاجة عجبتش. طيب. والله كلهم عيني. كلهم عيني. كلهم عيني. آخر حال. طيب يا آية، نترك لك الفرصة إذا معش مشاركة أنشودة أي حاجة حلوة. معي أنشودة. يلا سمعينا. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل خلقنا مبرها كل عيب الله الله وعم لوالوها كل العباد وعم لوالوها كل العباد. ما شاء الله يا آية، صوتك حلو. صوت زين والله. زين. صوت زين والله. زين. زين والله. ليه اللي بعد كي؟ طيب انت تشوفي صوتك زين والله. ليه؟ طيب يا آية، بمناسبة المشاركة، هذه هدية مقدمة من راعي هذا البرنامج مجوهرات بمسلم. شكرا يا آية. شكرا. 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 مشاهدينا الكرام، هنا من احدى الجلسات نستقبل احدى الاشخاص معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. من اسمك؟ اسمي رايد عمر بعامر. طيب يا عم رايد، كيف العيد معك؟ العيد الحمد لله والله عيد زين ان شاء الله، ونشكل العيال ان شاء الله. طيب بمناسبة العيد واجواء العيد، كيف تشوف اجواء العيد هذه السنة بالذات؟ اجواء العيد بالنسبة كذي، نحن لكن حق الاطفال كذي ماشي كذي، اللي يفرح الاطفال، يعني الاطفال تلحق الاطفال يدورون في مكان كذي، بس كلهم في مكان هو واحد بس معروف، زيارة زيارة بس. طيب بمناسبة العيد، تهنئة عيدية تهنئ من؟ هني أبوي وأمي وأخواني وأعزائي أصحابي وأقربائي والأقربان لي. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله نشوفك حاج إن شاء الله لبيت الله. آمين إن شاء الله. آمين. عريس إن شاء الله. آمين. شكرا يا عم. حياك الله. الله يحفظك. الله حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. كيف العيد معك؟ والله العيد حلوة مع الجودة الزين، يعني مصلي قعدت المرة دي بلا شمس بلا شيء بلا دي ولا حر فيه، وجو حلو زين كذي. طيب العيد يعني كيف تشوفه من ناحية الأوضاع والأسعار كذا؟ والله الأسعار شوي غالي صدق، طبعا يعني اللحم غالي والناس تعبت صدق من ذي الأوضاع. والله يكون في عونهم إن شاء الله يا رب. أمين إن شاء الله يكون في عون الجميع. طيب بمناسبة العيد، تهنئة توجهها لمن؟ هني من أهل المواطنين ولجميع أصحابنا وحبايبنا وقاربنا، نقول لهم كل عام أنتم بخير إن شاء الله، وعيدكم مبارك إن شاء الله يا رب، وكل عام أنتم طيب إن شاء الله، حاج وعريس إن شاء الله. إن شاء الله. أمين يا رب. إن شاء الله عريس ونفرح بك. عريس وحريس إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا. يلا مع السلامة. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نتعرف عليك. معك حمزة عبقادة الروعي من الشحر محارب من جبن. طيب يا حمزة، كيف العيد معك؟ العيد ما شاء الله جوا حلوة، الناس مبسوطين بالعيد كلهم فشدوا، يعني
خلصها. طيب بمناسبة العيد تهنئة تقدمها لمن من أهلك؟ هني أول شيء أمي وأبوي وهني أخواني وأقاربي وكل الناس هنيهم. إيش تقول لهم بمناسبة العيد؟ كل عام أنتم بخير. كل عام أنتم بخير وكل عام أنتم بخير يا حمزة، ونشوفك إن شاء الله حاج وعريس. آمين إن شاء الله وياك. كأنك شي همة. أكيد. الهمة موجودة أهم شيء. ما حيفتح في الزواي. ما حيفتح في الزواي. طيب كل سنة وأنت طيب إن شاء الله يا حمزة، وينعاد علينا وعليكم بصحة وعافية. شكرا. حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيب الحمد لله، حياك الله. عرفنا عنك. معك محمد فوزي بن حمودة. يا أخ محمد كل عام تطيب. كل عام تطيب وصحة وكل سلام وعافية. كيف أجواء العيد والعيد؟ والله العيد في البلاد أحلى عيد، ما يعني ماشي يتقارن له لا في الغربة ولا في ذا. نحن مساكنين في المكلة بس نجي هنا نشوف عيد حلوة يعني صراحة، بميز مع الأهل والأحبة والأصحاب وخصوصا الأقرباء منك، نقول كلهم كل عام وهم بخير يعني. طيب ما انك يعني ساكن المكلا اكيد حضرت اعياد في المكلا. لا والله انا لي 4 سنين ساكن في المكلا، لكن ولا عيد كل عيد نزل الشحر. كل عيد تنزل الشحر، لازم الشحر ضروري الشحر يعني. ناس بقول لك ايش ام الشحر قال. حلو. طيب بمناسبه العيد نبغى منك تهنئه تقدمها لمن؟ نقدم تهنئه لاهلي واصدقائي وقربائي وكل افحاد الشحر، نقول لهم كل عام انتم بخير وفي صحه وسلامه وعافيه، وان شاء الله المستقبل افضل باذن الله الواحد عنه. باذن الله ان شاء الله. طبعا العيد مر بظروف والناس مرت بظروف، كيف تشوف الاوضاع في هذا العيد؟ نحن هي العيد هذه شويه يعني مرت بظروف صعبه، لكن نحن املنا ان تكون في المستقبل افضل والقادم افضل. وعلى كل حال الكل مش الكل قدر يفرح فرحه العيد الكامله هذه من ناحية الملابس والغلاء الحاصل، ولكن إن شاء الله العيد هي عيد القلوب وعيد الأحبة والأصحاب. شكراً أخي الغالي. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ والله الحمد لله بخير. كيف أجواء العيد معك؟ والله حلوة زينة. العيد ما شاء الله في شحرنا أحسن شيء. طيب بمناسبة العيد تهنئة توجهها لمن من أهله؟ والله للوالدة والوالد وكل الأهل. ايش تقول لهم بمناسبة العيد؟ عيدكم مبارك وكل عام وانتم طيبين. وكل عام وانت طيب ان شاء الله، نشوفك حاج وعريس باذن الله. امين انت بخير ان شاء الله. حيا. شكرا. حياك ما قصرت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله طيبين. عرفنا عنك. وليد عبد الله قصعور طبعا حضرموت الشحر. طيب يا اخ وليد كيف العيد واجواء العيد معك؟ والله العيد صراحة جميلة جدا بقرب الأهل والأصحاب والأصدقاء والأجواء طبعا الغايمة هذه الحلوة صراحة. اليوم عيد لا تفوت صراحة في الشحر. طيب بمناسبة العيد تهنئة تقدمها لمن؟ والله نقدمها أول شيء لجميع المسلمين، نهنيهم بحلول عيد الأضحى المبارك. ثانيا لأهلي وأصحابي وأقاربي، وأنتم طبعا لكم جميع الشرف والتحية صراحة. طيب بمناسبة العيد ايش تقول؟ نقول والله كل عام وانتم طيبين صراحة. كل عام انت طيب يا اخ وليد. طيب العيد هذا يعني كيف، اعطينا نبدأ او رأيك عن غلاء الاسعار. غلاء الاسعار طبعا لا تحتاج لا نبدأ ولا رأي ولا شيء، الاسعار واضحة وغلاء الاسعار فاحش صراحة جدا في هذا العيد الاضحى، من ناحية الملابس من ناحية الاضاحي من ناحية جميع الامور صراحة. هذه السنة غالية جدا وظروف الناس لا تحتاج تفتير زيادة. شكرا يا خولي. الله يعطيك. الله يحفظك. لأنكم تستحقون الجمال، كان لزاما علينا أن نأتيكم بأجمل الحلي لتبدو أكثر جمالا. مجوهرات متنوعة وأشكالا من الحلي الفخم من مجموعة محلات مجوهرات بام سلم، اسما لأكثر من 60 عاما من الريادة في عالم الذهب والمجوهرات والحلي.
مجوهرات بام سلم، اسم يستحق الثقة. زورونا لنقدم لكم كل ما تحتاجونه لجمالكم من الذهب والمجوهرات. عنواننا سوق شبام، مدينة الشحر، محافظة حضرموت. السلام عليكم. وعليكم السلام. طلاب كيف حالك؟ الحمد لله زينة. كيف الأخبار؟ أخبار حلوة إن شاء الله. كيف أجواء العيد معك؟ أجواء ممتعة الصراحة. طيب بما أنه عيد أضحى مبارك، كل عام وأنت بخير. كل عام طيب إن شاء الله. طيب بمناسبة العيد تهنئة توجهها لمن؟ يعني مبارك الأهل والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتقول لهم إيش؟ كل عام أنتم بخير. وكل عام وأنت بخير إن شاء الله، حاج وعريس بإذن الله. إن شاء الله. بإذن الله. شكرا. حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ خير. من اسمش؟ فاطمة محمد حبلي. يا فاطمة من وين انتي؟ من الجول. من حي الجول. طيب يا فاطمة كيف العيد؟ غير حلو. طيب يا احسن شيء العيد ده ولا العيد اللي فات؟ دودك نيتهم زيان. طيب يا فاطمة بغينا منش نشودة حلوة. عيد يا العايزين، عيد يا الفايزين، أمضى الله علينا والمحبة كل عيد. عيد عيد يا العايدين، عيد يا الفايزين، أمضى الله علينا والمحبة كل عيد. عيد يا العايدين، عيد يا الفايزين، أمضى الله علينا والمحبة كل عيد. طيب الحين بسألك سؤال، تمام؟ تحبين من امك ولا ابوش؟ امي وابوي. وانا قلت ليش تحبين واحد منهم، يا امك ابوش؟ امي. ابوش؟ ابوي. طيب قلت لي اسمك من؟ فاطمة محمد. طيب يا فاطمة هذه هدية مقدمة من راعي هذا البرنامج مجوهرات بمسلم. شكرا يا فاطمة. نسمع لها اقوى تحية، اسمعنا صفقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. كيف أجواء العيد معاك؟ والله الحمد لله، كل عام أنتم طيبين إن شاء الله. كل عام أنت طيب. طيب بمناسبة العيد أول حاجة عرفنا عنك من؟ سامي سعيد عبود بن جوبح. طيب بمناسبة العيد تهنئ من أهلك؟ أهلي وأصحابي وأخواني وجميع الأهل. طيب بمناسبة العيد إيش تقول لهم؟ كل عام أنتم طيبين. كل عام انت طيب ان شاء الله، وحاج وعريس. امين ان شاء الله. عريس عانا قريب ان شاء الله. طيب بوات الاولي والله بوات انتين مرة. واحد يخلاصك. واحد بس. طيب شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله طيب. كيف العيد معك؟ والله العيد حلو وبخير وكل شيء، الدنيا فرحانة والامور طيبة ان شاء الله. طيب عرفنا عنك. الله اسمي مجاهد أمين عسكر. طيب يا أخ مجاهد العيد هذا والعيد الفائت أكيد حضرت؟ أكيد إن شاء الله. وإن شاء الله تحضر الأعياد القادمة وربي يطول بالأعمار إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب نبغى منك تهنية بسيطة تقدمها لمن أهلك. والله هن أمي وأبوي وأخواني وكل عائلة آل عسكر. تقول لهم إيش بمناسبة العيد؟ والله أقول لهم كل عيد وعاد عيدكم إن شاء الله طيبين وأموركم طيبة إن شاء الله ونلتقي كل عيد بإذن الله. بإذن الله. طيب العيد هذا كيف ترى الأوضاع من ناحية الأوضاع المادية، من ناحية الكسوة والأسعار؟ الحمد لله الأوضاع هي صعبة شوية هنا، بس إن شاء الله نقول بتحسن بإذن الله، ونتأمل أنها تحسن بسرعة وقت إن شاء الله بإذن الله. شكرا. حياك الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفنا عنك. محمد صالح شنيني. محمد صالح الشناني. طيب يا محمد كيف أجواء العيد معك؟ يا العيد لا بأس، تمشي الحال مهم. الحمد لله. طيب بمناسبة العيد تهنئ من أهلك؟ أهنئ كل الأهل والأصدقاء والأصحاب. تقول لهم إيش بمناسبة العيد؟ تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وكل عام وأنتم بخير. وكل عام وأنت بخير إن شاء الله، حاج وعريس إن شاء الله. إن شاء الله بعد عرفة. إن شاء الله بإذن الله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. عرفنا عن اسمك. اسمي خالد. خالد من فين؟ من الإمارات. من الإمارات. منور مدينة الشحر اليوم.
بنورك. كيف شفت العيد في الشحر؟ أفضل عيد. أفضل عيد، أفضل من الإمارات؟ نعم. إيش الفرق بين هنا والإمارات؟ هنا كنا في الإمارات ما حد يطلع برا بيته، من يطلعون كذي ما حد يطلع برا بيته. طيب هنا إيش يعني اللي عجبك هنا حاليا؟ عندي أهل وايد. عندك أهلك كلهم موجودين هنا؟ هناك بس يعني أهل البيت، الأم والأب والأخوان بس؟ نعم. طيب أول حاجة نبغاك تهني من أهلك؟ مشعل. ومن؟ محمود. ومن عاد؟ بس كذي كلهم من دولي؟ دولي اثنين اللي ورك ورك. نعم. تهنيهم بالعيد. طيب نبغى الآن منك مشاركة. تمام، أنت عندك هواية تغني وإيش؟ أغني. تغني. طيب يلا غني. ميت تعاني من فرقة، تعال الفرقة موتتني حبيبي وين عايفني عليك الشوق ذابحني. ميت تعاني من فرقك. الله الله صوتك حلو. شكرا. طيب انت تشوف صوتك حلو ولا مو حلو؟ متوسط. تشوفه متوسط يعني ما بين الممتاز والجيد جدا؟ نعم. طيب انا اشوفه حلو والله. بشوفك يعني. طيب يلا اعطينا اغنيه ثانيه يلا نسمع منها. مو حافظ الا واحده. طيب لا ارجعها مره ثانيه، ما سمعتك واضح. ميتاني من فرقه، يا نور عيوني يا غالي، يلي ساكن ببالي تعال شوفني شحالي. ميتاني من فرقك. ميتاني من فرقة. أخوي أنت متعدب ولا إيش؟ لا لا. طيب بمناسبة هذه المشاركة، هدية بسيطة مقدمة من راعي هذا البرنامج. شكرا. مجوهرات بمسلم. شكرا يا أخ. الله شكرا. الله يحفظك. لإعلاناتكم على قناة عادي المحلية يرجى التواصل على الأرقام التالية